السلام عليكم، مرحبا بكم، معكم الأستاذ زكي الشعلان. إن شاء الله نأخذ بعض فقرات القدرات للجميع من كتاب الأفضل، كتاب جميل ورائع. يلا نأخذ المهارة الأولى، يذكر لنا الجمع والطرح باستخدام رقم الآحاد. أحيانا يعطيني أعداد، مثلا مثل هذه الأعداد كبيرة، فأنا كيف أجمعها؟ هنا علي بس فقط أروح أجمع بس فقط الآحاد، آخذ الثمانية والأربعة والثلاثة والستة والثلاثة، أجمعهم مع بعض، أشوف أنه بعد ما جمعتهم طلع عندي الآحاد أربعة، إذا أروح أختار الإجابة اللي بدايتها أربعة، هنا بدايتها خمسة، هنا بدايتها أربعة الآحاد، هنا الآحاد ثلاثة، أما هنا الآحاد ستة، فإذا نأخذ الآحاد وهو أربعة. يلا هنا نفس الطريقة، نأخذ هذا السؤال الثاني، قال لنا ناتج جمع ما يلي، أروح أجمع، اجمعوا معاي، 5 زائد 3 ثمانية، زائد 2 10، 10 زائد 5، إذا جمعت الآحاد طلع الناتج 15. فأنا أروح فقط للآحاد، طبعا ما لي علاقة بالعشرات، وين مين الآحاد 5؟ إذا تكون الإجابة فقرة ألف، وهكذا بالنسبة إلى الجمع. لو أعطاني مثل من بيانات الجدول، يقول ما الفرق بين عدد القادمين والمغادرين؟ هنا نلاحظ عندي أعداد كبيرة، القادمين والمغادرين، الطريقة المعتادة إني أروح أجمع القادمين وأجمع المغادرين، ولكن يكون صعب. أروح أخذ الآحاد، أجمع آحاد القادمين وهو 2 مع 2 مع 0، طلع الجواب 4، وأروح هنا للمغادرين أيضا أجمعهم، 4 مع 8 12 مع 3 صار 15، وأنقص، إذا هنا 15. أنقص 15 ناقص 4، إذا الإجابة 11، فأنا أروح فقط إلى الآحاد وهو الواحد، مين اللي بداية 1؟ إذا تكون الإجابة فقرة ثانية. إذا هذه المهارة في عملية جمع الأعداد الكبيرة، أروح أجمع فقط الآحاد أو أجمع الأعداد المتناغمة. مثلا 51 أجمعها مع 49 يطلع لنا الجواب 100، وهكذا الأعداد المتناغمة أيضا يطلع لي الجواب بكل سهولة. بارك الله فيكم، يعطيكم العافية، تقبلوا تحيات الأستاذ زكي الشعلة، في أمان الله.